في تطور جديد ومثير في قضية الوزيرة المغربية ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أفادت تقارير صحفية أسترالية بأن العلاقة العاطفية المزعومة بينها وبين الملياردير الأسترالي أندرو فورست الرئيس المدير العام لشركة فورتسكو قد تأكدت عبر شهادات موظفين بالشركة. صحيفة دايلي تلغراف نشرت تأكيدات موظفي فورتسكو على وجود علاقة عاطفية بين بن علي وفورست منذ أشهر، وأكدوا أن لقاءهما الأخير في باريس كان تتويجاً لهذه العلاقة. تواصل الصحافة الأسترالية الترويج لهذه القصة بجرعات عالية من الثقة، مشيرة إلى أن العلاقة المفترضة كانت السبب وراء طلاق فورست من زوجته قبل 10 أشهر. وبحسب دايلي تلغراف فإن موظفي الشركة أكدوا أن فورست كان يواعد السياسية المغربية ليلى بن علي منذ أشهر، مما يعزز الشكوك حول نفي الوزيرة. هذه التقارير تأتي بعد يوم واحد، ورغم النفي الرسمي للوزيرة بن علي يبدو أن الصحافة الأسترالية ليست مقتنعة بالنفي الصادر عن بن علي، مشيرة إلى أن العلاقة بين الملياردير الذي تقدر ثروته ب 33 مليار دولار وبن علي أصبحت حقيقة واضحة بالنسبة لهم، وأصبح الملف الآن يحتاج إلى مزيد من التوضيحات والردود من الوزيرة المغربية لمواجهة هذه الاتهامات المتزايدة. ختاماً، تتجه الأنظار الآن إلى الوزيرة بن علي لمعرفة كيفية تعاملها مع هذه التطورات في ظل تضارب الأنباء والشكوك المتزايدة حول صحتها.